يلا بينا نبدأ التحدي. فين الكابتن أحمد حسن؟ استعدت أربع لعيبة حفظهم الجمل، الحيطة من كابتن طارق السيد وفريقه وحارس المرمى. عندكم أربع تسديدات، شوفوا هتعملوا إيه بقى وكابتن أحمد حفظكم إيه. المحاولة الأولى، حلوة يا ولد يا ولد. الشوطة الثالثة، لا 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 متيب ده، انا قلت لك ده متيب. كويس، يلا سير دبي، يا باك ليفت، يلا تعالى لي بقى نبدل الفرق. يلا جاهز؟ اوبا حلو حلو حلو، بس في واحد هناك فاهم، ركز. عايزين نفتكرها ثاني. طالع نط الوه طالع. والله بقى دلوقتي انا وطارق السيد. انت وطارق؟ ايوه ايوه. يلا يلا الصقر. خليك 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 طارق السيد والمحاوله الخامسه. نط نط والله. يلا يا فندم تعال. اوبا يا عم اشتغل مش معدم الحياة شاط قبل كده كتير، بس في كابيتانو الضغط اعلى. قبل ما نخلص التشالنج في اتنين برضو شويت قوي معانا في الجهاز الفني. سطرة قطع سطرة صمت. اوبا اوبا يلا صوتها. اوبا وجت في ايده دي ركله الجزاء، بس هنشوطها في الحلقه الجايه. شكرا يا كابتن عبد الستار، شكرا يا عمرو. كده الصقر احمد حسن بيفوز، وهو ومحمود صابر هيكون معاه، وكابتن طارق السيد يلا على الملعب فرقته الى الملعب.